يحدثكم فارس حوض من كابينة التعليق، وهنا لدينا مباراة مرتقبة في إطار منافسات ديفيجن رايفلز، فريق يونايتد في مواجهة فريق ترايكر جونيور. أتمنى بأن تكون المباراة على قدر الحدث وأن تلبي كل الرغبات وأن تكون بقيمة ومكانة الفريقين. والآن نستعرض تشكيلة فريق اليونايتد. تين شتيغن في حراسة المرمى، كاين ووكر سيلعب رفقة كابتن فيا في مركزي الظهيرين، برناردو سيلفا سيلعب مع دي بروين في الوسط، كيليان امبابي ممتاز اللعب في مشاركة الأولى، يترك أثرا فوريا وبصمة سريعة ويدخل القلوب سريعا بهذا الهدف. سميث حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. برناردو سيلفا محاولة هجومية من يونايتد الآن، والتاكلينج بقوة لخارج الملعب، رمية تماس، تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. الدعم يأتي في هذه اللحظات. تضيع الكرة من دي بروين. كيليان مبابي تمريرات تبدو واحدة، الله على التصدي من تير شتيغن. تحكم ممتع، الآن فرصة حقيقية للتسجيل. فرانكي ديون بوني ماتي، والآن مع سميث، تحرك هجومي من يونايتد في هذه اللحظات. ووكر وصلت إلى برناردو سيلفا، دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة، والآن ركلة ثابتة بعد هذا التدخل الخاطئ. كرة عالية لكنها لا تشكل أي خطورة. تدخل وإبعاد للكرة. فينيسيوس، هدف يعني العودة، هدف يعني التعادل، مستحيلة هذه الكرة. بينية خلف الدفاع، يا الله على التصدي، تير شتيغن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. خارج الملعب إلى رمية تماس. انظر إلى الضغط المميز، كرة قد تشكل خطورة. تدخل في توقيت مثالي لإنهاء الخطورة. والآن مع أداما تراوري. ضاعت العرضية، راحت للفريق الخصم. بينية في منتهى الروعة. فرصة مع الضربة الركنية للتقدم في النتيجة. ركنية تنفذ داخل ال 18. شجاعة كبيرة في اعتراض طريق الكرة.
تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تماس الآن، صراحة الكرة في وسط الملعب أشبه بلعب شوارع ولعب حواري بين الأطفال. عرضية جاءت مبكرة، ينتهي بشكل ممتاز وتصدى هنا. كيفن دي برون بيلعبها في منطقة الجزاء، مستحيل هذا الهدف، الله على المهارة على الدقة، الجب والكرة في الشباك. الشوط يقترب لنهايته ولا مع التقدم في النتيجة سيكون المهم الحفاظ على هذا التقدم حتى الدخول إلى غرفة الملابس. هذه نتيجة تمنح الراحة قبل الاستراحة بلا شك، لكنها لا تحسم المواجهة لأننا نشهد مباراة قوية وتنافس فيها قريب، ومن الضروري بأن يسعى الفريق لتعزيز تقدمه والحفاظ عليه بكل الطرق الممكنة خلال الشوط الثاني. هدف خيالي، هدف يوسع الفارق ويحسس التقدم بفارق الهدفين. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية. الآن إلى رمية التماس، أرقام الاستحواذ يتفوق فيها فريق اليونايتد بهذا الشكل وهذه السيطرة، يقدم الفريق نفسه بصورة ممتازة في الملعب وعمل رائع في الحقيقة، وفي رأيي هم في طريقهم للفوز بنتيجة مريحة اليوم. مبابي، إذا دقيقة واحدة مشاهدينا محتسبة كوقت بديل، العرضية باتجاه القائم الثاني. صافرة تأتي معلنة عن نهاية أحداث الشوط الأول. ضربة شوط المباراة الثاني، الشوط الأول عانى فيه كثيراً فريق ترايكر جونيورز، والشوط الثاني هل يكون محاولة لتغيير الصورة أم تستمر المعاناة؟ شوف قطع الكرة الأخيرة، تدخل ذكي في اللعبة الماضية. كاب دي فيا، ووكر، كايل ووكر، حلو التدخل واعتراض الكرة. بينية لا تشكل خطورة هنا. برناردو سيلفا، بينية قوية تصل بالسلام. برناردو سيلفا، احتفاظ بالكرة في وسط الملعب من قبل الفريق المتقدم في النتيجة، طبعا محاولة لكسب بعض الوقت. كرة بينية فيها خطورة، مستحيل، هدف جديد الآن.